الطالب حمزة محمد يتلو علينا سورة النازعات كاملة، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبعا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإذا هم فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، أراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فقال أنا رب، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها وسواها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وأغطش والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، إنما إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها، إنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أحسنت يا شيخ حمزة.